تواصل الهيئة العامة للشباب فتح مساحات جديدة أمام الشباب الكويتي لدعمهم في كافة المجالات، وهذه المرة قدمت لهم برنامج المبادرة المحترف. نعم، فعلى مدى ما يقارب شهرين حصل 27 شابا وشابة على 100 ساعة تدريبية في المجال التكنولوجي لتمكينهم من بدء مشاريعهم في مجال حماية المعلومات والأمن السبراني. في ظل حاجة سوق العمل للاتجاه نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، فإن الهيئة العامة للشباب توجهت إلى إقامة برنامج المبادر المحترف لهذا العام لتمكين الشباب الكويتي من رواد الأعمال في قطاع الأمن السبراني. ينشؤون شركاتهم الخاصة، فعندنا برنامج من أحد برامج خطة التنمية اسمه برنامج المبادر المحترف. اليوم احنا ماخذين سيجمنت من السوق وقاعد نشتغل على ان نأهل شبابنا انه يقدروا يشتغلون في مجالات لها علاقة بريادة الأعمال، في تخصص مهم جدا ومطلوب حاليا في السوق اللي هو الأمن السبراني. وبالتالي البرنامج اليوم هو برنامج خاص في الشباب اللي يعني ناويين لإقامة مشاريع في هذا المجال. هم تعلموا في كيفية إنشاء مشروعات تكنولوجية ناجحة في مجالات مراكز البيانات وعلم حماية النظم والشبكات من الهجمات الرقمية. فالحين عندنا كوكبة من الشباب يقدرون يبلشون شغلهم الخاص في هذا المجال اللي هو الأمن السبراني. طبعا دربوا على أيادي أيد متخصصين وشركة متخصصة في مجال الأمن السبراني. البرنامج عمل على إكساب الشباب مهارات عدة تمكنهم من إقامة مشاريعهم الخاصة بعد التعرف على الكثير من قواعد العمل بالأمن السبراني وطرقه في حماية الشركات والمؤسسات من الاختراق الإلكتروني. أهم مهارة هي إعداد دراسة الجدوى وكيفية توقع أداء المشروع في المستقبل واكتشاف الفرصة أو اكتشاف الفكرة وشلون هي هذه الفكرة بتكون ذات جدوى في السوق الكويتي الحالي. منها استفدت إن كيف إنك تحمي شركتك الصغيرة، شركة بين الصغيرة والمتوسطة، واستفدت إنك كيف تسوي دراسة جدوى وتهتم مشروعي وتسوي دراسة وتحاول إنك تسوي دراسة مكثفة إن تفيدك وتفيد المجتمع حولك. أعطونا سيناريوهات حق شركات صغيرة إن كانت معروفة أو غير معروفة، وشرحوا لنا مشاكل بعض الشركات اللي كانت تعاني فيها. إذن الهيئة العامة للشباب عن طريق هذا البرنامج وغيره من البرامج تهدف لتشجيع الشباب الموهوب على استثمار طاقاته وقدراته، وخاصة في هذا المسار التكنولوجي. ديما دحدا، التلفزيون دولة الكويت.